السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناتنا إلى الحلقة الثالثة من حلقات تقنيات لا بد منها للفيزياء والكيمياء. موضوع هذه الحلقة ضبط المتجهات maîtriser les vecteurs. سنتناول نقطتين، الأولى المعلومات التي تقدمها المتجهة في العلوم الفيزيائية، أما النقطة الثانية فهي كيفية تمثيل متجهة. نبدأ إذن بما هي المعلومات التي تقدمها متجهة في الفيزياء. أول معلومة تقدمها المتجهة هي الاتجاه، ونجسده بالمستقيم الحامل للمتجهة. ثاني معلومة هي المنحى، وهو منحى السهم من الأصل نحو الطرف، وهنا ننبه إلى عدم الخلط بين المنحى والاتجاه. النقطة الثالثة المنظم، ويمثل القيمة أو الشدة أو شدة المقدار. انتبه جيدا أن المنظم في الفيزياء له وحدة. ثم أخيرا آخر معلومة الأصل، وهو نقطة انطلاق السهم، سهم المتجهة، ويعبر عن النقطة التي يتم فيها قياس المقدار. هكا مثالين. في المثال على اليسار مثلنا قوة سميناها F et P بغا، يعني القوة المطبقة من طرف السهم على الدراع، وهي ممثلة باللون الأزرق. اتجاهها مائل، وهو المستقيم الممثل بخطوط بيضاء متقطعة. منحها من أ نحو اليسار إلى الأسفل، ويعبر عنه منحى السهم في طرفها. المنظم وهي قيمة القوة تقاس بالنيوتن، نرمز لها بنفس رمز القوة لكن بدون سهم، ونرفقها بالوحدة النيوتن طبعا. الأصل ويسمى في هذه الحالة، يعني في حالة القوة، نقطة التأثير، وهي النقطة التي يلمس فيها السهم الدراع، وقد مثلناها بالنقطة A. في المثال الثاني على اليمين مثلنا متجهات السرعة بالنسبة للدراج عند نقطة A من مساره على الحلبة. المسار هنا ممثل باللون البرتقالي. اتجاهها والمستقيم الملامس لمساره عند النقطة A، وقد مثلناها باللون الأبيض. منحاها هو منحى حركة الدراج ممثل بسهم أخضر. منظمها وقيمة سرعته معبر عنها بالوحدة بالمتر على الثانية مثلا، ويمثل بطبيعة الحال بسلم مناسب. أصلها هي النقطة A من مساره التي نقيس عندها سرعته. انتباه، في هذه الحالة لا نسميها نقطة التأثير، وإنما سرعة الدراج عند هذه النقطة. الآن ننتقل إلى كيف نمثل متجهة. لتمثيل متجهة نعتمد على مميزاتها. فمثلا بالنسبة للمتجهة E والتي تظهر بالأحمر، أصلها هو أصل المتجهة، واتجاهها هو اتجاه المتجهة، ومنحها هو منحى المتجهة، وطولها يتناسب مع منظم المتجهة حسب سلم مناسب. لإزاحة المتجهة U إلى النقطة P نضع المزود أي المثلث بمحادة المستقيم الحامل للمتجهة U، ثم ثانيا نزيح المسطرة بمحادة المزود حتى تصل إلى النقطة P. ثالثا نرسم متجهة يكون أصلها هو P ولها نفس منحى U ونفس الطول. كملاحظة بالنسبة لتمثيل المتجهة ناقص U، نقوم بنفس العملية السابقة ونرسم المتجهة في المنحى المعاكس ل U. لرسم المجموع المتجه U زائد V انطلاقا من النقطة P، نتموقع في النقطة P ثم نزيح U إلى أن تصل إلى Q، ثم نحرك V حتى تصل إلى R، فنحصل على U زائد V. لرسم المتجهة U ناقص V الآن نتبع نفس الخطوات، لكن التمثيل في المنحى المعاكس. هذه إطلالة وخلاصة على المتجهات التي يجب عليك أن تضبطها
لأنك ستحتاجها في الفيزياء بطبيعة الحال. نصل إلى ختام هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك ومشاركة المحتوى، محتوى قناتنا أردوينو USB لا فيزيك. داتشي أحمد.